وهي انه بامكان الحضور يتناولوا اي شيء من الموجود على الطاوله اثناء الحديث، يعني بامكانهم الطاوله موجوده وجاهزه وبامكانكم تتناولوا اي شيء. دكتور هشام تفضل. ما فيش بنستمر دكتور. طيب نستمر عشان انا بدي انطلق من حيث ما ذكر اخونا ابو مشعل بشكل صائب بانه ليس بالضروره كل جديد نظيفا، والذي امل اخونا ابو مشعل رغم وقته الضيق ان يمنحنا ولو دقائق بسيطه على الاقل للاستماع ما اريد ان اقول. وخرج والله يا دكتور. تصلوا عند اجتماع ماشي. في تقديري أنا رغم الأهمية القصوى التي يحتلها موضوع تطوير السلطة الوطنية وحركة فتح بنيويا إلا أنه من المؤسف جدا أن ينزلق هذا المعهد في مطبات المحظورات تحت مسميات وأغطية أصبحت مكشوفة القناع وأضحت تشكل شبهة من نوع ما. مجموع الأسئلة التي أريد أن أثيرها يجب أن أوضح ومنذ البداية لا تعكس ولا تنعكس على مدير المعهد الدكتور مجدي المالكي على الإطلاق، حيث أكن له شخصيا كل الحب والتقدير والاحترام، وإن كانت تعكس على هذه الندوة نفسها وعلى المعهد برمته باستثنائه هو. فلماذا هذه الندوة حول الإصلاح؟ ومن هي الجهات المعنية بها؟ ومن هي الجهات التي تقف وراء تمويل محاولات تغذية صراعات وانقسامات داخل حركة فتح؟ هل تأتي هذه المحاولات من الحريصين الذين تحترق قلوبهم على الحالة التي آلت إليها الأمور؟ أم تأتي مثل هذه المحاولات من قبل الحاقدين المارقين على فتح والمتربصين بها السوء؟ هل يا ترى من ضمن مهام المعهد أن يعنى بعملية الإصلاح التي يدعى إليها غربيا والتي تمول غربيا لتعميق حالة الفرقة والانقسام والتشرذم في المجتمع الفلسطيني؟ أم هل أن المعهد جهة حريصة على ما يتفاعل في الوطن من تحديات؟ إن كان الاحتمال مرتبطا بالتساؤل الأول فالأمر عصيب ويحتاج إلى معالجة فورية وجذرية، خشية أن نفيق في يوم من الأيام ونجد المعهد من المبادرين للتوقيع على اشتراطات اليو اس ايد وغيرها من الجهات التي لا تمول المشاريع في هذا الوطن الجريح إلا لمآربها. وأما إن كان الاحتمال مرتبطا بالتساؤل الثاني فالأحرى بالمعهد أن يعنى أولا بإصلاح ذات بينه بنيويا ووظيفيا وكادرا بشريا وأداء وسواه، لأن ما يحكى عن السلطة وفتح من انعدام للإصلاح لهو أقل بكثير مما يقال عما يعتري المعهد من مواطن خلل فعلية جدا تحتاج في بعض جوانبها إلى استئصال وفي بعضها الآخر إلى إصلاح. في تقديري لقد كفى فتح أن يتربص بها المتربصون أيا كانت أسماؤهم ومسمياتهم ومواقعهم الرسمية وغير الرسمية. فتح دائما تحتاج إلى تفعيل النظرة الداخلية، ولكن فقط من أجل تقوية بنائها ومسيرتها وليس من أجل تصدير معلومات مجانية حوارية لجهات أجنبية ترسم الخطط وتعد الاستراتيجيات لمزيد من الانقضاض علينا. إن أكثر ما هو مؤسف بمكان هو أن العلم الفلسطيني الوطني الباحث الأكاديمي الذي سمي هذا المعهد باسمه إبراهيم أبو اللغد هو أول من قاوم الإصلاحات المشبوهة في مركز تطوير المناهج من خلال رفضه إدراج مسميات تمسخ اسم فلسطين بتاريخها ومدنها. فما الذي يفعل يا ترى الآن بميراثه الثقافي والوطني الفريد، يعني his legacy؟ وأما من الناحية المضمونية فإنه لمن الخطيئة بمكان أن تركب المترادفات في العمل الحكومي والمؤسساتي ما بين الشباب والكبار أو بين ما يعرف بالعائدين والمقيمين. إن تركيبة المجتمع الفلسطيني في الداخل وفي الشتات وفي كل المواقع لترتكز على من هو مع النهج الوطني من ناحية ومن ليس معه من ناحية أخرى، كبيرا كان أو شابا، عائدا أو مقيما، رسميا أو غير ذلك. فدعونا لا نشارك من حيث لا ندري في ترسيخ مفاهيم استشراقية عفى عليها الدهر وأكل منها وشرب. ومن ناحية أخيرة وليست آخرة، فإننا نجد
أن المعضلة الأساسية عند بعض الشخوص والكوادر في حركة فتح تتمثل في عدم الاستمرار في الالتفاف حول مبادئ الحركة وقياداتها ورموزها. وهنا أريد أن أركز بالدرجة الأساسية على حالة التقاعس الحقيقية والتقصير الفاضح والصارخ في تعامل مختلف مؤسسات حركة فتح، اللجنة المركزية والمجلس الثوري والحركية العليا وسواها، في التعامل مع اعتقال الأخ مروان البرغوثي وعزله لمدة عامين، والذي يعتبر اعتقالا وعزلا لكل فلسطيني في فتح كون مروان هو أمين سر اللجنة الحركية العليا. فلماذا لم يتم تحريك ساكن حقيقي بخصوص مروان يتعدى حدود الرمزيات والشكليات المقتصرة على حديث هنا أو هناك وعلى ندوة أو كتابة ما في هذا السياق أو ذاك؟ كيف لأي كادر في فتح أن يتصرف سياسيا بينما مروان تكال عليه الضغوط طباعا إلى حد اعتقال ابنه وحرمانه من الدراسة، وكأن يوسف ما دام في البئر فلإخوته أن يصرحوا ويمرحوا من وإلى جنيف وسواها؟ لماذا لم تتابعوا في فتح الرسالة التي حملها مروان في انتفاضة الأقصى، بل قمتم بطعنها في ظهرها من خلال مشروع اتفاق جنيف وسواه؟ مروان لا يحتاج اليوم لكيل المديح عما كان، وإنما السؤال هو هل تنوون فعل شيء حقيقي ملموس بهذا الخصوص؟ والشارع الفلسطيني اليوم يقول ويتساءل متى ستقوم فتح بإطلاق سراح المعتقلين بدلا من أن تتوجه الأنظار نحو حزب الله؟ ألم يكن بوسعكم أن تربطوا الذهاب المشؤوم وعلى كل علاته إلى جنيف بالإفراج عن مروان وأسرى فلسطينيين آخرين، خاصة كون مروان لا يمثل شخصه وإنما اعتقاله يمثل اعتقال فتح برمتها؟ إننا بالفعل لساخطون، وهذا لا يعبر عما يدور في نفسي لوحدي، وإنما يعبر عما يدور في نفوس الكثيرين الكثيرين. إنه في بالفعل من المؤلم جدا بمكان أن يكون مروان بما يمثل معزولا محاصرا باعتقال ابنه، وأن يبقى ياسر عرفات تحت الحصار في الوقت الذي يبقى البعض الآخر يصول ويجول وكأن الأمور في حالة من الاعتيادية التامة. خلاصة القول هي أنه كان الأحرى بأن تعقد هذه الندوة حول الإصلاح الأكاديمي والوظيفي والبنيوي في هذا المعهد، خاصة وأن موضوع الإصلاح في حركة فتح يجيء من خلال هذه الندوة في زمان غير زمانه وفي مكان غير مكانه وبمضمون غير مضامينه. أطلب بأن تسجل ملاحظاتي في محضر هذه الورشة خشية أن يتم انتقاء بعض التعليقات بشكل انتقائي كما حدث في نشرات سابقة. شكرا. شكرا دكتور. ملاحظة أخيرة، كل شيء يسجل ولا ينتقى أي شيء، كل شيء يسجل وكل شيء يوثق. موضوعنا حركة فتح والإصلاح في المؤسسات والوزارات. أخت دلالة تفضلي تفضلي، بس يعني أنا بقدر يعني أطلب رجاء حتى الأخت ربيحة ما تضلش